معاناة تلو الأخرى ومشكلة فوق مثيلتها يعاني منها سائقو العموم الذين يجوبون الشوارع الخارجية بين مدن الضفة الغربية. أزمة كورونا عام 2020 ثم الحصار الخانق على الضفة الغربية الذي أثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات لا سيما المواصلات، وهي الحرب تكبد السائقين خسائر إضافية لمعضلات لم يستفق منها قطاع النقل العام بعد. أول شيء جت مشكلة الكورونا وكانت صعبة جدا 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 على الساكن. اشتغلنا شوية تستعاد العمل صحته، بدأت مشاكل المستوطنين واعتداءاتهم، وأول ما بلشت حرك حوار رجعنا لنفس الموال، وبعدين أجت الحرب. إحنا إلنا 4 سنين ما يقارب تقريبا يعني يا دوب المصاريف التشغيلية. أقسم بالله العظيم إني أنا اليوم دفعت قسط التأمين لست شهور، كل 6 شهور ترخيص، أقسم بالله العظيم ما هني من ناتج السيارة. عدد الركاب وتنقلهم بين المدن انخفض إلى أكثر من النصف عما كان سابقا، وبالتالي يضطر بعض السائقين على المكوث بمنازلهم حتى يحين موعد عملهم، وآخرون يهدرون ساعات طوال تحت جو حارق دون الخروج بسفرية واحدة حتى. كنا نطلع نكلتين وثلاثة، هسه نكلي ويا دوب المرة الواحد بصح له نكلة ومرة ببيت بصح لهش نكلة. احنا اجتنا القانونية 37 شيكل، احنا منلف ناخذ 45 شيكل و40 شيكل، هاي مش إلنا، هذا الكازية، يعني احنا مش مستفيدين شيء. يعني كنا من هان للخليل على الطرق العادية ساعتين الا ربع، اليوم بنقضي 4 ساعات في مشوار الخليل. يعني قبل الحرب كان رايحين جايين التجار، يعني كنا نطلع من 80 ل 90 سيارة، اليوم نطلع هذه مثلا رقم 8 اليوم. وهالمعاناة نطلع لنا 10 12 سيارة يوم، والباقي ببوش بسجل ليوم تاني بباتوا. تلك المشاكل التي يعاني منها السائقون تلحق ضرراً بالمواطنين الذين يقاومون اقتصاداً صعباً، فترفع الأجرة عليهم اضطراراً بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية.